هذا الكرسي لذوي الاحتياجات الخاصة الكبار في السن، يخرج لين برا وينزل لين تحت، يجلس الشخص الكبير ويرجع مرة ثانية بالرماد يرتفع ويدخل جوا وتجلس يعني بكل أريحية، بدل ما تطلع باص كبير وما تقدر أي أحد يعني كبير في السن أو ذوي احتياجات خاصة. زي كذا شوفوا رجعت الحين حتلف.